الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا ويسر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك أملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن في المتروك من الصلاة، الأشياء المتروكة في الصلاة إما أن تكون فرائض أو تكون سنن، فإن كانت فرائض لابد أن تأتي منها إن تركتها نسيانا بمجرد تذكرها ثم تسجد للسهو في آخر الصلاة، وأما السنن فإن كانت أبعاد غير الهيئات، فالأبعاد كالتشهد الأوسط والجلوس له والقنوت في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية والقيام له، هذه الأبعاد إذا تركتها تسجد للسهو. أما الهيئات كقراءة سورة بعد الفاتحة أو الجهر في موضع الجهر أو السر في موضع السر، فإن نسيت هذه الأشياء فلا سجود للسهو فيها. كنا تكلمنا على هذا الجزء وقلنا والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض ويسمى بالركن أيضا، وسنة، وهيئة. هو هنا اعتبر السنة اللي هو الأبعاد يعني، وهما ما عدا الفرد، يعني السنة والهيئة ما غير الفرد. وبين المصنف الثلاثة في قوله: فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره أي الفرد وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، أتى به وتمت صلاته. يقول الشيخ البيجوري: ثم إن كان هناك زيادة، يعني بعد ما ينسى الفرض يأتي به وتتم صلاته، فإن كان في زيادة يسجد للسهو. ما في زيادة ما يسجدش للسهو. يعني أنا مثلا هيدي لك مثال: ثم إن كان هناك زيادة سجد للسهو كأن سجد قبل ركوعه. أنا رحت قريت الفتحة والسورة ورحت نازل على السجود ما ركعتش نسيانا، فأنا ساجد افتكرت إني ما ركعتش، أروح قايم وأروح راكع وأقول سمع الله لمن حمده وأرجع أسجد تاني، وفي آخر الصلاة أبقى أسجد للسهو، ويبقى ده اسمه سهو بالزيادة، لأني سجدت سجدة زيادة في غير موضعها. كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكره، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد في آخر صلاته للسهو ولجبر هذه الزيادة. طيب افرض سهى ونسي الفرض لكن تذكره ما كانش فيه زيادة، وإن لم يكن هناك زيادة لم يسجد للسهو، كأن ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. يعني أنا رحت ساجد في الركعة الأخيرة سجدة واحدة ورحت قاعد، بدل ما أقعد بقى وأقول الله أكبر تاني وأسجد تاني، رحت قعدت وقريت التشهد. فبعد ما قريت التشهد هسلم، افتكرت إن أنا سجدت سجدة واحدة، أروح ساجد على طول السجدة الثانية واروح قاعد قاري التشهد واسلم، وما فيش سجود للسهو لان مفيش زياده. ها؟ هيجي اللي بعد السلام، كل هيجي اللي بعد السلام، احنا بنتكلم دلوقتي في المثال اللي لسه قبل السلام. كويس؟ يبقى ده سهو ما فيهوش زياده. سهو في ترك فرد وليس فيه زياده. زي مثلا ايه قلنا لك المثال ان انا سجدت سجده واحده في الركعه الاخيره وقعدت اقرا التشهد، وقبل التسليم افتكرت ان انا ما سجدتش السجده، اروح ساجد السجده واقرا التشهد تاني واسلم. ثم تذكرها قبل سلامه فانه ياتي بها ولا يسجد للسهو لعدم الزياده، وكما لو كان المتروك هو السلام
انا قعدت قريت التشهد وقعدت ادعي وسرحت في الدعاء وطولت قوي ونسيت ان انا هسلم كويس، وبعدين افتكرت اني ما سلمتش، اروح مسلم خلاص مفيش سجود سهو، لان انا ما زودتش، ده زودت الفتره الزمنيه بس، لكن مفيش اعمال اخرى هعملها. ولا يسجد للسهو لعدم الزياده، وكما لو ترك لو كان المتروك هو السلام فتذكر ولو بعد طول الفصل ولم ينتقل عن موضعه، فانه اذا تذكره ياتي به من غير سجود او ذكره بعد السلام. ادي المثال اللي انت كنت عايز تساله، ذكره بقى بعد السلام، انا سلمت وافتكرت بعد ما سلمت الايه الفرد او الركن اللي انا ما عملتوش، مقابل لقوله وهو في الصلاه. يبقى عندنا صورتين، صوره ان انا اتذكر وانا لسه في الصلاه قبل ما اسلم، وصوره ان انا اتذكر بعد ما سلمت وانا خارج. الصوره اللي قبل السلام ان كان فيه زياده اتي طبعا بالفرض، وان كان السهو بالزياده اسجد للسهو، وان كان بغير زياده ما في سجود سهو. طيب لو كان بعد السلام والزمان قريب، تذكرت بعد ما سلمت وكان الزمان قريب، ما طالش الفصل، ما قعدتش نص ساعه وساعه ونص، او انتقد وضوئي، او افرض طلع ريح انتقد وضوءه، خلاص بقى هيجي يصلي من اول وجديد، يتوضى بقى ويجي يصلي من اول وجديد. لكن انا لو تذكرت بعد السلام ولم يطل الفصل، وموضوع الطول وعدمه ده متروك للعرف، مش ليه حد معين اقول لك مثلا دقيقتين 3 دقائق 5، لا ده متروك للعرف. قالوا بالقدر اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، يعني حاجه بتاع مثلا دقيقتين 3 دقائق كده، على قدر ما تذكرت ورحت ايه انصرفت ورحت ماشي لحد باب الجامع، وانا في باب الجامع افتكرت ان انا ايه في ركن ما عملتوش، اروح ايه في مكاني بقى، ما ارجعش ايه امشي، يبقى في مكاني علشان بمجرد تذكري بقيت في صلاه. طب والحركه اللي قبل دي كنت في سهو، كنتش اعرف ان انا ما زلت في الصلاه، لكن بمجرد تذكرت ان انا هكمل صلاتي يبقى ايه ما امشيش تاني بقى، يبقى اروح. ما هو لو امام هيرجع عشان يؤم الناس، لكن احنا بنتكلم واحد مش امن الناس، ما امش الناس، وتذكر يبقى حيث تذكر يكمل صلاته. لو امام هيرجع لغرض انه يبقى متقدم على الناس، يبقى هنا رجوعه له فائده علشان يؤم الناس ويرجع لموضع الامام. يبقى او ذكره بعد السلام والزمان قريب اتى به وبنى عليه، أيوة الحال أن الزمان الذي بين سلامه وتذكره قريب عرفا، عرفا يعني متروك للعرف، فيعتبر القرب بالعرف، وقيل يعتبر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ذي اليدين، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سلم من ركعتين سهوا من صلاة الظهر مشى إلى جانب المسجد واستند إلى خشبة فيه كالغضبان، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين: بل بعض ذلك قد كان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتذكر صلى الله عليه وسلم فقام مستقبلا وصلى الركعتين الباقيتين وسجد للسهو ثم سلم. يبقى السجود هنا كان قبل التسليم، ثم سلم. فإن لم يكن الزمان قريبا عرفا، الزمن طال بقى، أو بأن زاد على القدر المتقدم اللي هو إيه، إذا خدنا سهو النبي وحديثه مع ذو اليدين ده معيار فزاد عليه، يبقى ده وجه. وجه تاني قال إن القدر عرفي، في ناس تانيين قال لك لا بالقدر اللي نسيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو زاد على العرف على الوجه اللي قال بالعرف، او زاد على القدر الذي سهى فيه النبي على القول بانه بقدر ما سهى النبي في حديث ذي اليدين، يبقى بان زاد على القدر المتقدم اللي هو عرفا او حديث ذي اليدين، لان ده وجهين، عرفا الوجه على القدر المتقدم، لو زاد استأنف الصلاه، يعني يبتدي صلاه من اول وجديد، يعني احنا بلغه الايه العوام يقول لك هيعيد الصلاه، استأنف الصلاه يعني يعيد الصلاه من اول وجديد.
ما هو ما هو لو كثر الكلام زيادة ما هو يعني معناه صلاة عرفا ده. وكذا وكذا امتى يعيد الصلاة برضو؟ في سورة تانية. وكذا لو وطئ نجاسة رطبة أو يابسة ولم يفارقها حالا فإنه يستأنف الصلاة. في بعض المساجد بتبص تلاقي إيه فيها شخشيخة كده في المسجد، يعني سقف مش مسقف، فيجي مثلا طائر والإمام بيصلي ولا المأموم بيصلي أو الإنسان بيصلي، يجي الطائر ينزل زرق الطيور في أثناء الصلاة على موضع إيه رجل الإمام وهو رافعها ساجد، هو ساجد كده يجي يروح عام، يجي الإمام يروح حاطط رجله واقف يحس بإيه ببلل النجاسة، فيبقى في الحالة دي داس على نجاسة رطبة، واخد بالك؟ فلازم يفارقها في الحال، يفارقها في الحال، فإن لم يفارقها حالا يبقى في الحالة دي هيعيد الصلاة، يطلع بقى ويغسل رجليه ويبقى يعيد الصلاة. وكذا لو وطئ نجاسة رطبة أو يابسة ولم يفارقها حالا فإنه يستأنف الصلاة. يبقى لو طال الفصل ونسي ركن هيستأنف الصلاة، ولو وطئ نجاسة ولم يفارقها حالا يبقى مفيش حاجة اسمها إيه؟ إن الفصل يبقى قصير، لا، في النجاسة بالذات لازم يفارقها حالا، فإن لم يفارقها حالا يبقى يستأنف الصلاة. كذا لو تعرت عورته، جاء هوا ريح كده ورفع إيه وعر عورته أثناء الصلاة فلم يستر عورته حالا يبقى إيه تبطل صلاته برضه، يبقى يستأنف الصلاة. أو وهو بيصلي اكتشف إن بنطلونه مقطوع على موضع العورة وهو في الركعة الثانية أو في الثالثة هو قاعد، معناه إن اللي فات كله كانت جزء من عورته باين، يبقى في الحالة دي برضه هيستأنف الصلاة، يطلع وإيه ويستر عورته، لأن ساعات البنطلون يبقى فيه قطع الواحد مش واخد باله منه، ويجي يقعد يقرأ التشهد كده الأوسط يبص يلاقي جزء من فخده باين، ممكن تحصل. فإذا حصل ده يبقى لو لاحظوا في أول صلاته وحط إيده عليه طول الصلاة أو ثيابه واسعة فراح تانيها فوق بعضها يبقى خلاص ما يجراش حاجة، يستمر الصلاة. إنما لو حصل كده واكتشفوا مثلا في الركعة الثانية في الثالثة دليل إن في ركعات مرت قبل أن يلاحظها وكانت جزء من عورته ظاهر، يبقى في الحالة دي هيستأنف صلاته برضه. أتى به، يبقى لو تذكر الركن بعد الانتهاء من صلاته والسلام بسرعة، يعني بإيه في زمن قريب عرفا أو بقدر نسيان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في حديث ذو اليدين، يعمل إيه؟ يرجع يتوجه للقبلة تاني ويعمل الفرض اللي ناقص. وقلنا لو كان فات أكثر من ركعة يبقى هيجيب ركعة كاملة، لكن لو كان ناسي سجدة تانية في الركعة الأخيرة أرد سجد سجدة واحدة وأرد تشهد وسلم ومشي، وهو ماشي افتكر انه سجد سجده واحده، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يكبر ويجلس وبعدين يسجد وبعدين يقعد ويقرا التشهد الثاني وبعدين يسجد سجدتين لسه ويسلم، يبقى كده صلاته انقضت صحيح، يبقى اتى به وسجد للسهو. فهمت؟ طالما لم يطل الفصل عرفا. ولو امام برضه يرجع يأم الناس، يرجع يأم الناس والناس تبقى وراه برضه تعمل زيه. أتى به أي وجوبا، أتى بالواجب وجوبا، أتى بالركن وجوبا، يعني حكم الإتيان بالركن المنسي أنه واجب أن يأتي به، يبقى أتى به وجوبا اللي هو الإيه الركن أو الفرض المنسي. وقول وبنى عليه ما بقي من الصلاة، أي ويبني عليه بقية الصلاة بقى، يبقى أتى به وجوبا ويبني عليه ما بقي من الصلاة. لو كان نسي ركوع يبقى يروح جايب الركوع ويبتدي يكمل بعد كده بعديه الرفع من الركوع والسجدتين، واذا كان ناقص له ركعه يجيب ركعه، يبقى بيبني عليه وبعدين يسجد للسجد. اي وان تكلم قليلا واستدبر القبله وخرج من المسجد من غير افعال مبطله سهوا كان ذلك او عمدا لاعتقاده انه ليس في صلاه، يعني حتى ولو كان استدبر القبله، حتى لو كان خرج من المسجد طالما ما عملش حاجة مبطلة للصلاة خالص كخروج ريح مثلا، انتقد وضوء، يبقى لو خرج منه ريح أو زرعه القيء يبقى في الحالة دي خلاص بقى، يبقى إيه يروح يتوضأ
ويعيد صلاته، او وفي نجاسه وهو ماشي ولم يفارقه، يبقى في الحاله دي برضو ايه، دي حاجات ما ينفعش يبني على مفاد بقى. لكن لو ما عملش اي حاجه تبطل الصلاه عمدا، لكن يا دوب اتحرك استدبر القبله واتحرك ومشي وخرج من المسجد، لكن ما زال على وضوئه وكان ساهيا، فبمجرد تذكره كل الحركه الزائده دي معفو عنها لانه كان ناسيا، مش كده برضو؟ لان النبي برضو تحرك في حديث ذو اليدين واستند على جدار ايه، على الحائط، وهكذا لانه كان ناسيا. وان تكلم قليلا، يبقى الكلام الكثير لا ما ينفعش، عشان كده احنا قلنا لو اتكلم كتير يبقى ايه، يعيد الطلبه. يعني قالوا له انت نسيت كذا، قال لهم لا يا شيخ مش معقول، وقعد بقى يحلفهم وهو يحلفه ويقول لهم لا، ويعيد ويزيد ويشهد الناس طال الكلام بقى، يبقى يعيد الصلاه الاول. لكن لو بمجرد قالوا له هو تذكر وقام خلاص. وان تكلم قليلا، كلمه قليلا دي مهمه، يعني لو كثيرا يعيد الصلاه. واستدبر القبله، ما يضرش حتى لو استدبر القبله لانه كان ناس، وهو بيستدبر القبله كده كان ناسيا. وخرج من المسجد برضه من غير افعال مبطله، من غير افعال مبطله كخروج ريح او وطئ نجاسه او كشف عوره، كويس، سهوا كان ذلك او عمدا، سواء كان الحركه دي اللي بيعملها سهوا او متعمدا لاعتقادي انه ليس في صلاه، وتفارق هذه الامور وطئ النجاسه بانها تغتفر في الصلاه في الجمله. وطئ النجاسه ما يغتفرش، لو وطئ نجاسه نقول له نعيد على طول، لكن الحركه واستدبار القبله والحاجات دي بتغتفر، بخلاف النجاسه اللي هي الافعال دي تغتفر لانه ايه، لانه يعتبر في الصلاه في الجمله. انما وطئ النجاسه في حد ذاته قاطع للصلاه، لان الصلاه لابد ان تكون في مكان طاهر بجسد طاهر طول مده الصلاه. انما الحركه في الصلاه نسيانا يسمى حكما انه في الصلاه، والنسيان رفع عنه الحرج بسبب النسيان، يبقى وطئ النجاسه لا يغتفر. لكن الحركه واستدبار القبله والكلام القليل كل ده يغتفر في الجمله طالما كان نسيانا. يبقى وتفارق هذه الامور اللي ادالك امثله ليها وطئ النجاسه، بان الامور السابقه دي غير وطئ النجاسه تغتفر في الصلاه في الجمله. مش وطئ النجاسه اللي يغتفر فيه، يبقى تعود بانها هنا تعود على الامور الامثله اللي هو الكلام القليل، اللي هو استدبار القبله، اللي هو الخروج من المسجد، اللي هي الحاجات دي. وسجد للسهو، اي لانه سهى بما يبطل عمده، وهو السلام قبل تمام الصلاه. يبقى سجد للسهو ليه؟ لانه سهى بما يبطل عمده، يعني لو انا تعمدت وسلمت في الصلاه قبل اوان السلام بطل الصلاة، لأن ما كملت الصلاة. هو هنا سلم بس كان نسيها ناس، يبقى السلام قبل أوانه مبطل للصلاة إذا فعلته عمدا، فهنا سهى بما يبطل عمده، وهو السلام قبل أوانه، وهو السلام قبل إتمام الصلاة كما هو الفرض. فقول المحشي تبعا للقليوب قول وسجد للسهو، أي إن أتى بما يبطل عمده وإلا فلا، ليس في محله، لأن الفرد اللي هو بيتكلم على البرماوي المحشي فهم كلام الشيخ هنا يعني مش مظبوط 100%. فبيقول إيه، وإلا فلا، ليس الكلام ده في محله، لأن الفرد أنه بعد السلام، لأن النسيان هنا بعد السلام. نعم تقدم التفصيل فيما لو تذكر وهو في الصلاة فلعله انتقل بصر نظره، يبقى انتقل نظره فيه. يعني قال لك أتى به ويسجد للسهو في الصورة دي طالما بعد السلام، لكن لو قبل السلام لو كان سهو وليس فيه زيادة يبقى لا يسجد للسهو، فاهم؟ لكن البرماوي المحشي يعتبر الاثنين عدوا عليه. قول وهو أي سجود السهو، سنة، وهو أي سجود السهو المفهوم من قوله وسجد للسهو، وقوله سنة أي لا واجب. حكم سجود السهو إيه؟ أنه سنة وليس واجبا، يبقى حكم سجود السهو أنه سنة وليس واجبا.
بحيث أنه لو نسي الفرض فأتى به ثم عزم على السجود للسهو، فجاء وقت السجود للسهو نسي أن يسجد للسهو وسلم وانصرف، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أي سجود السهو المفهوم من قوله وسجد للسهو، وقول سنة أي لا واجب، فلا تبطل الصلاة بتركه. يبقى لا تبطل الصلاة بترك سجود السهو لو تعين في حقه سجود السهو طالما أتى بالفرض الذي نساه. فهمتني المسألة؟ كما سيأتي، أي في قول المصنف وسجود السهو سنة، وإنما نبه عليه الشارح هنا تعجيلا للفائدة وتوطئة لما بعده. لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها، يعني لكن يسن إمتى؟ عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها، يبقى في الحالة دي هيسجد للسهو. استدراك على عموم قوله وهو سنة، فكأنه قال لكنه ليس سنة مطلقا، بل في مواضع مخصوصة عند ترك مأمور به في الصلاة. لحسن تفتكر ان سجود السهو ده سنة تقوم تعمله في كل صلاة، يعني ما يقول لك الحكاية دي سنة. الواحد لو بيقرأ في صفحية يقول لك ده سنة واحنا لازم نواظب على السنة في الصلاة، ومن كل صلاة حتى لو ما سالش فيها يسجد للسهو، ما ينفعش. يبقى سنة بس في موضعه. فهمت ازاي؟ سنة لكن لما يبقى يجي سببه، لكن مش سنة مطلقا. فهمت ده كلام الشيخ؟ يعني ليس سنة، مش زي ما اقول لك ان التسبيح في الركوع سنة تقوم تعمله في كل ركوع كده برضه، لكن انا ما يقول لك سجود السهو سنة اي في موضعه عند ترك مأمور به او فعل منهي عنه. عند ترك مأمور به او فعل منهي عنه، وهو مأمور به يدخل فيه ايه؟ يدخل فيه الابعاد ويدخل فيه الفرائض، لان الاثنين مأمور به في الجملة، بس واحد مأمور به لكونه ركن والثاني مأمور به لكونه من السنن الابعاد. خد بالك، ركز عشان المشايخ تفهم كلامهم. يبقى استدراك على عموم قوله وهو سنة، فكأنه قال لكنه ليس سنة مطلقا، يعني مش في كل صلاة أعملها، ليس سنة مطلقا، بل في مواضع مخصوصة سنة عند النسيان، نسيان فرض، أو عند فعل منهي عنه نسيانا. كويس، هيجي عند ترك مأمور به في الصلاة أي من الأبعاد، بخلاف الهيئات وقنوت النازلة وسجود التلاوة. يبقى لو سبت سجود التلاوة ما سجدش للسهو، ولو سبت قنوت النوازل اللي احنا بنقنط فيه في كل الفرائض في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع ما سجدش للسهو، لأنه ليس من الصلاة أصلا، بخلاف الهيئات وقنوت. والهيئات زي ما قلنا قراءة سورة أو الجهر في موضع الجهر أو الإسرار في موضع الإسرار أو دعاء التوجه أو التسبيح في الركوع أو الدعاء في الجلوس بين السجدتين، كل دي حاجات كتير. يبقى بخلاف الهيئات وقنوت النازلة وسجود التلاوة. ولو قال مأمور به من الصلاة، لو قال ترك مأمور به في الصلاة، بيقول لو قال مأمور به من الصلاة لكان أولى ليفيد خروج نحو قنوت النازلة، فإنه سنة في الصلاة لا منها. هو كان يقول حق ويقول من الصلاة مش في الصلاة، لانه لما يقول مأمور به في الصلاة فهيدخل قنوت النوازل، لكن هو بيبقى في الصلاة لكن من الصلاة ليس من الصلاة، لكن قنوت النازلة في الصلاة، وقنوت النازلة في الصلاة، وسجود التلاوة في الصلاة لكن ليس من الصلاة. فكان الاولى يقول من الصلاة مش في الصلاة. شوف الدقة، الحلاوة، كلام حلو بيعلمك الدقة، في حين انك انت من غير التعليق ده تفتكر ان الكلام ماشي مستقر، لكن لما يجي يبينه لك تقول عنده حق. فهنا بيعلمك الدقة ان تفرق بين الالفاظ المتفاوتة اللي في نظر السطحي، اللي قراءة السطحية يفتكرها زي بعضها، وبعدين لما يجي يدقق لا مش زي بعضها. ولو قال مأمور به من الصلاة لكان أولى ليفيد خروج نحو قنوت النازلة، فإنه سنة في الصلاة لا منها، ودخل تحت قوله عند ترك مأمور به، يدخل تحت الكلام ده ما لو تيقن ترك بعض من الأبعاد، وما لو شك في ترك بعض معين،
يبقى يدخل في ايه؟ في ترك مأمور به ايه؟ ما لو تيقن ترك بعض من الابعاد، كما كأن تيقن ترك التشهد الاوسط مثلا، او لو شك في ترك بعض معين يعني محدده شك، انا قنت صلاه الصبح ولا ما قنتش، سؤال اقرا التشهد، يبقى الصوره الاولانيه متيقن لبعض من الابعاد، والصوره الثانيه شاكك في بعض معين، يعني بعض معين، يعني عارفه مش مبهم، معين تشهد اوسط او القنوت لايه؟ لصلاه الصبح. وما لو شك في ترك بعض معين، يعني محدد كويس، لان المراد بقول عند ترك مأمور به ولو بالشك، فلو شك في ترك بعض معين كقنوت سجد، لان الاصل عدم الفعل، بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة. لو شك في صلاته، يا ترى انا تركت ايه سنة من السنن في الجملة كده، داخل فيها ابعاد او مش ابعاد، يعني حاجة مبهمة، هنا ما يسجدش للسهو. يبقى النوع الاولاني شاكك في بعض المعين، والتاني شاكك في بعض المبهم. فهمتني ازاي؟ الشاكك في البعض المبهم ملوش سجود سهو، انما الشاكك في بعض المعين من الابعاد المعينة يبقى عليه سجود سهو. بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة، كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت مندوبا منها، وبخلاف أيضا الشك في ترك بعض مبهم. يبقى بخلاف الشك في ترك مندوب مطلقا، سواء كان هيئة أو إيه أو بعض من الأبعاد بس مبهم، أو بترك إيه بعض مبهم من الأبعاد المبهمة، كأن ترك مندوبا وشك هل هو بعض او لا. برضه لو ترك حاجه ويقول يا ترى هم الشافعي بيعتبروها من الابعاد ولا بيعتبروها من المندوبات المطلقه دي، ولا بيعتبروها ايه يا رب؟ يبقى شاكك في الحاله دي، برضه ما يثبتش للشافعي. فهمتني بقى ازاي؟ كأن يقول هل اتيت بجميع المندوبات او تركت مندوبا منها، وبخلاف الشك في ترك بعض المبهم، كأن ترك مندوبا وشك هل هو بعض او لا، وكأن شك هل ترك بعضا او لا، فلا يسجد في هذه الصور، وإنما لم يسجد في الأخيرة، مع أن الأصل عدم الفعل اللي هو في ترك بعض مبهم. شك في ترك بعض مبهم، وإحنا قايلين إن الأصل عدم الفعل، زي ما قلنا ما لو شك في ترك القنوت مثلا، فيقول الأصل عدم الفعل يسجد للسهو. قال لك هنا الشك ضعيف والإبهام أضعف، فالاثنين ضعفوا بعض، إنما هناك الشك ضعيف والتعيين قوي، فيقوم يسجد للسهو، بخلاف لو شك في مبهم، انما لو شك في معين يعتبر، لان التعيين يقوي جانب ضعف الشك. فهمتني ازاي؟ مع ان الاصل عدم الفعل، لان ضعف الابهام مع الشك، فعلم من ذلك ان المبهم ليس كالمعين، لانه ضعف بالابهام، ضعف بالابهام مع الشك، لأنه ضعف بالإبهام مع الشك، فعلم من ذلك أن المبهم ليس كالمعين، خلافا لمن زعم خلافه. نعم، لو علم ترك بعض وشك هل هو التشهد الأول أو غيره من الأبعاد، كان المبهم هناك المعين. لو متأكد، متيقن هنا بقى مش شاكك، هنا متيقن أنه ترك بعض مبهم، يبقى يسجد للسهو، لان في يقين. يبقى ايه؟ يبقى لو شك في بعض مبهم، يبقى شك وابهام الاثنين يضعفوا بعض، ما يسجدش للسهو. لكن لو تيقن ترك بعض بس مبهم، يبقى التيقن يقوي، يقوم يخليه يسجد للسهو، لان الاصل عدم الفعل. فهمت المساله؟ الفرق واضح الحته دي؟ يعني انا متاكد ان انا تركت القنوت او التشهد الاوسط، احنا هنجيبها في صلاه واحده، متاكد ان انا تركت التشهد الاوسط، واخد بالك، او الجلوس له، او الصلاه على النبي فيه، كل دي عند الشافعيه بتستوجب جلوس السهو، السجود للسهو. فانا متيقن ان انا نسيت بعض مبهم،
يا ترى الصلاة على النبي بعد الانتهاء من النصف الأول من التشهد، يا ترى الجلوس له كاملا، ولا أنا قلت جزء منه ورحت وأنا قايم كده كملته فما جلستش ليه جلوس كامل؟ فهمتني؟ ولا يا ترى أنا قريت التشهد الأوسط نسيانا وأنا واقف مكان الفتحة، وقريت الفتحة مكان التشهد الأوسط، لكن أنا متأكد إني نسيت إيه بعض من الأبعاد، بس هذا البعض مبهم، لكن متأكد إني نسيت. يبقى في الحالة دي أسجد للسهو، لأن اليقين يقوي جانب الإبهام. فهمتني؟ لكن لو شاكك وفي بعض مبهم، فالشك ضعيف والإبهام ضعيف، الاثنين يضعفوا بعض، ما تسجدش للسهو. فهمت بقى؟ فعلم من ذلك أن المبهم ليس كالمعين خلافا لمن زعم خلافه. نعم، لو علم ترك بعض وشك هل هو التشهد الأول أو غيره من الأبعاد، كان المبهم هنا كالمعين فيسجد لعلمه، يعني ليقينه. العلم هنا بمعنى اليقين مش بمعنى الشك، لعلمه بمقتضى السجود. والشك هنا في هذا الباب بمعنى الظن الراجح وبمعنى الشك عند المناطق. الشك هنا مش معناه 50%، معناه أي حاجة أقل من 100% يبقى اسمه شك في هذا الباب. فهم؟ لكن احنا عندنا الشك عند المناطق هو 50%، واليقين هو 100%. طب أكتر من 50% إلى ما قبل 100% يسموه ظن راجح كده برضه. يبقى هنا الشك هنا في المثال داخل فيه كل ما ليس 100%، يدخل فيه الظن الراجح ويدخل فيه الشك اللي هو عند المناطق، فيسجد لعلمه بمقتضى السجود على كل حال، وإنما لم يضعف بالإبهام لتقويه بتيقن الترك. يبقى لما يتيقن ومبهم يسجد للسهو لتقويه إيه؟ بالتيقن اللي هو العلم أو فعل منهي عنه. ده السبب الآخر لسجود السهو. السبب الأول ترك مأمور به من الصلاة مش في الصلاة، ترك مأمور به من الصلاة وليس في الصلاة، لنخرج سجود التلاوة وقنوت النازلة. واضح؟ لترك مأمور به من الصلاة أو الموجب إيه من موجبات إيه استحباب سجود السهو. الثاني فعل منهي عنه فيها، أيوة عن فعل شيء منهي عنه في الصلاة مما يبطل عمده فقط. طب وإيه فعل منهي عنه في الصلاة؟ كزيادة ركوع. أنا رحت راكع قلت إيه بعدها سمع الله لمن حمده، وبعد ما إيه خلصت سمع الله لمن حمده جيت أهوي للسجود نسيت، رحت راكع تاني، هو ده منهي عنه، هو ده فعل منهي عنه في الصلاة، لأن منهي إن أنا أركع أكثر من ركوع واحد في الركعة الواحدة، مش كده برضه؟ هنا ناس، ما هنا فعل منهي عنه نسيانا، عشان كده بيسجد للسهو، ما هو لو فعله عمدا بطل الصلاة. يبقى هنا فعل منهي عنه نسيانا كركوع زائد في الصلاة، كسجود ثلاث سجدات في ركعة، سجد سجدتين وبدل ما يقعد يقرأ التشهد ذكر سجد سجدة واحدة، سجد كمان، فيكون في واقع الأمر سجد ثلاثة لكن في ظنه سجد اثنين. فهمت؟ ده فعل منهي عنه. كزيادة ركوع أو سجود بخلاف ما لا يبطل عمد ولا سهو. ما لا يبطل عمد ولا سهو في الصلاة، يعني في أشياء تكون منهي عنها في الصلاة لكن لا يبطل فعلها عمدا ولا سهوا، وهي منهي عنها بس لا يبطل فعلها عمدا ولا سهوا، دي ما تستوجبش سجود السهو. زي الالتفات، ممكن التفت كده، والنبي نهى عن الالتفات في الصلاة ونهى عن النظر إلى السماء في الصلاة، يبقى ده منهي عنه، لكن لو فعلته لا أسجد للسهو. فهمتني؟ سواء فعلته عمدا أو فعلته سهوا. واضح؟ يبقى بخلاف ما لا يبطل عمده ولا سهو كالتفات بالوجه والخطوة والخطوتين فلا يسجد لذلك لعدم ورود السجود له. واضح الكلام؟ ركز معايا. وبخلاف هيدي لك حاجة تانية، ما يبطل عمده وسهوه
وبخلاف ما يبطل عمده وسهو. في حاجات تبطل الصلاه عمدها وسهوها، بحيث ان انا لازم اعيد الصلاه ملهاش حل، سواء عملتها عامد او عملتها وانا ساهي، زي الكلام الكتير، وزي لما انسى فرض ويطول الفصل. مش لسه قايلين انا نسيت ركن من الاركان وبعدين طال الفصل وسلمت ومشيت، يبقى عيد الصلاه، يبقى ده بيبطل ايه؟ عمده وسهو. بخلاف ما يبطل عمده وسهو كالعمل الكثير والكلام الكثير، فلا يسجد لذلك لانه ليس في صلاه، وليس هناك ما يبطل فانه ليس في صلاه، يعني لانه عليه الاعاده، عليه الاعاده، فهيسجد للسهو ليه اذا كانت بطلت صلاته اصلا؟ لانه ده غير قابل للجبر، فالصلاه غير قابله لان تجبر، خلاص دي كده اتكسرت فلا تجبر، يعني بطلت. وليس هناك ما يبطل سهو ولا يبطل عمده كما تقتضيه القسمة العقلية، لأن احنا قلنا ما لا يبطل عمده ولا سهو فيما يبطل عمده وسهو، فبيقول لك باقي القسمة العقلية اللي هو ايه؟ ما يبطل سهو ولا يبطل عمده، قال لك ما فيش مثال لده. كما نقضته القسمة العقلية. هي تقتضيه، بس انا مكتوبه غلط عندي. كما تقتضيه القسمة العقلية، نصلحها بقى. كما تقتضيه القسمة العقلية، ودخل تحت قوله او فعل منهي عنه فيها ما لو تيقن فعل منهي عنه سهوا مما يبطل عمده فقط، وما لو شك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة، لأن المراد بقول أو فعل منهي عنه فيها ولو بالشك، كما لو شك في عدد ما أتى به من الركعات كما سيأتي، وبقي من الأسباب المقتضية للسجود نقل مطلوب قولي غير مبطل إلى غير محله بنيته كقراءة الفاتحة في الركوع. يعني في مطلوب قولي في الركوع وهو إيه؟ التسبيح، فراح ايه نقل مكانه وارى الفتح وراك، ويمكن دخوله في قولي عند ترك مأمور به، لان ذلك في ترك مأمور به وهو التحفظ في الصلاة. والحاصل ان اسباب السجود خمسة تفصيلا: الاول تيقن ترك بعض من الابعاد، الثاني الشك في ترك بعض معين، والثالث تيقن فعل منهي عنه سهوا مما يبطل عمده فقط، مما يبطل عمده فقط، زي الحركة الكثيرة عملها سهو لكن يبطل عمده فقط. الرابع الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة، مع احتمال الزيادة. والخامس نقل مطلوب قولي إلى غير محل بنيتي، ففي كلام الشارح إجمال. يبقى الأسباب دي كلها إما فعل منهي عنه أو ترك مطلوب، أو إيه ترك مطلوب، إما المطلوب ده يكون فرض فيأتي به ثم يسجد للسهو، أو يكون بعض من الأبعاد فإن فات محله سجد للسهو، إيه سواء كان متيقنا ولكن هذا البعض مبهم، أو شاكا ولكن هذا البعض يكون معين. واضح؟ ونقف على ترك السنة، والسنة إن تركها اللي هي الأبعاد دي هنفصلها في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وفرحا بك الغافلون، وجزاكم الله خيرا.